قال أني بموية ما عنديش، وطلبت الرئيس وطلبتهم جو كيكو مجموعين، قلت لي ما ودي أنا كنشرب الماء خيب، وأنا اللي عطاني بودي زنهار ما كيعاودهاش ليا، واليوم أنا عطشانة بوحدي ما عندي لا عتيق لا رحيم، ما عندي لا من يفكر فيا لا والو، والصحة تتشوف هذا رجليا دايرة لي مع الحديد، واليوم بغيت ندخل عموية طلبت وعاورت من قبل رمضان من شعبان وأنا كنطلب في الماء. كيقول لي غادي يجيك اليوم غادي يجيك غدا غادي يجيك بغد غدا ما كاينش عامر عندهم راه كاين دروك كاين الدوسي ديالو عامر وما كيعطونيش المويه ندخلها انت بغيت عمو السعاده انا ما كنطلب وانا كنطلب المساعده اللي في قلب الرحمه يساعدني هو اللي كنطلب انا ما كنطلبش شي حاجه ولكن اللي انتخبتو عليه هنايا في المنطقه واش ما حكيتيش لهذا المشكل ما لقيناش معاه ما تلاقيناش معاه هذا الرئيس اللي قلتها له الرئيس الكبير قايلها حالو قلت له قال لي قسم بالله تي غادي يجيك الماء الثلاث غادي نسني لك الورقه ما سلاش يا فينا هي الثلاثه شحال هذه مده كانت كيكو مجموعه كيكويا جيت جابوني الدراري عورت بهم وجابوني ملي جيت هنايا قال لي قسم بالله العلي العظيم تي غادي نسني لك الورقه ما سنى لي والو وانا من شعبان وانا كنعاني على الماء عييت وانا دابا الماء ديال المنطر خايب وليد دروك كيدود من يدير كيخسر ليا في البرامل كيولي خانز ما تيجيش نقد نعطيه الراس نبقى نتوضى نبغي ما عنديش من يعتقني ما عندي لا ولاد لا والو عندي سلال سيدي ربي وبحال اللي يوقف معايا بحالو هو اللي كنطلبو دواي بكا تعاونوا معايا الضو عندي المعكانه تاع الضو دابا اللي ما عنديش هو الماء والماء والله ما يكونش عندك الضو ودير شمعه ولا الماء ولا الماء العطش عطشت ولكن باش اش كيقول لك هو باش كيبرر هاد الغياب ديال باش كيبرر عرفتي كيفاش دابا هنا دابا دفعنا دابا الدوسي راه عامر الدوسي دابا الثانيه فيه وكل شيء دابا بين ما غادي خايدين الورقه تاع الضو باش عندي خايدين كل شيء دابا نيت كان واحد المحسن كان واقف معايا ولي كاين ملي هما ما تلاش بغا يعطوني المويه ندخلها انا طلبت منه على المنافقه ما طلبت منه والو قال لي القاسم بالله العلي العظيم تيجي كلمه تيدخل لك كلمه وحلف وعورت به حبيته قلت لي الله يصلح لك الولاد ويصلح لك التريكه الا ما تعاون معايا غير اعطيني غير كليمه زوينه سني ليا منافقه اليوم انا ما عندي صحاش رجلي راه كل عام حديد بغيت مويها ما عنديش من يسقي ليا واش انا نتحاسب بالماء والماء داير عليا من هكا داير عليا من هكا وانا عطشانه واش انا عطشانه كنموت بالعطش يلا صافي شكرا على واجب الله يحفظك الله يجازيك بخير عطاري نائب رئيس جمعيه النور متواجده بجماعه سيد مسلم جدوب العاملات المحمديه المشاكل اللي كتعانيو منها في المنطقه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجماعه كتعاني تقريبا تتخبط في مشاكل عديده المشكل الاول كاين السكن دابا بالنسبه للسكن تصميم التهيئه اللي جا لهذه المنطقه ما راعوش الساكنه والمتطلبات ديالها بالنسبه لتصميم التهيئه كيقول لك بلي خاص الناس يكون عندهم هكتار عاد يبنيو والناس اللي متواجده في هذه المنطقه والسكان الاصليون ديالها ما يمكنش حيت تقريبا ما اللي ما عدو شي 2000 متر اللي نرجو من المجلس الجماعي او الوكاله الحضاريه تعاود النظر في هذا التصميم التهيئه وبالنسبه للرئيس رسلناه باش يعطينا تصميم التهيئه رسلناه كتابيا بصفتنا كجمعيات ولحد الان الرفض ما عطانا حتى شي وكاين مشاكل ديال الماء كاين مشاكل في انقطاعات الماء المشكل في الصبيب تقريبا في الشتاء وما عندناش الماء وكاين المشاكل ديال النقل العمومي كاين اسواق اسبوعيه الساكنه كتمشي في تريبورت وما عندهاش النقل كاين الطاكسيات ما كافياش كاين مشاكل ديال كاين بحال المشكل ديال دار الشباب مشكل ديال الشباب مشينا عند السيد العامل استقبلنا قال لنا غتفتح وملي كنجيو للجامعه هنا يقول الجامعه ما خاصهاش تفتح هذيك دار الشباب بالنسبه للمسالك الطرقيه تقريبا هذا المجلس بعد حاصيلته 7 سنوات هذا الرئيس عنده تقريبا شي 7 سنوات الحصيله ديال المنجزات يعني الحصيله ما كاين والو منها
بالنسبه للمساليك كيقول لك دارت شراكه ما بين المندوبيه ديال وزاره التجهيز والنقل، ولكن لحد الان ما كاين والو، ما كاين تقريبا، باقي المشاكل ديال المساليك كتخبط فيه. محمد ونائب رئيس جمعيه النهضه للبيئه والتضامن والتنميه المستدامه، المجتمع المدني كنعانيو في هذه المنطقه بمشاكل عده. الجماعه كبنايه هي موجوده، لكن المنتوج اللي كنتسناو من هذه الجماعه لا يرقى الى تطلعات الساكنه، وبالتالي المنطقه كتبقى عباره عن خزان ديال في المحافل الانتخابيه وعند الطلب. المؤشر ديال التنميه في الحقيقه متوقف في ظل غياب مرافق وتجهيزات كدار شباب، روض اطفال، ملاعب رياضيه، نقل عمومي ومدرسي، غياب حتى برامج اللي واضحه ناضجه على الاقل من عن قراءه واضحه وجرد لهذه المشاكل اللي كتعاني منها الساكنه، هي كانت من بين الاسباب ديال التراجع ديال التنميه في المنطقه. كيف في عقل ان الساكنه كتحرم من حقها في السكن بشروط تعجيزيه في ظل غياب تصميم التهيئه اللي مازال لحد الساعه ما المنطقه الناس الساكنه ديالها ما تتعرفش عليه، اشنو فيه المحتوى ديالو المضمون، لا ما كاينش شي مؤشر هنا تيوضح حتى فين غاديه الساكنه واشنو المستقبل ديالها. كنتمناو تفعل على الاقل القوانين والتشريعات اللي نص عليها المشرع المغربي، واللي كتجعل من المجتمع المدني كفاعل وكشريك في التنميه. على الاقل كنتمناو يطبقوا القوانين، خصوصا الفصل 119 120 اللي كينص على احداث هذه الهيئات، هيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، وكذلك هيئه ديال الحوار والتشاور. هادو اللي على الاقل غيخولوا المجتمع المدني انه يشارك وتكون ويكون التكامل ما بين التمثيليه الديمقراطيه والتمثيليه التشاركيه اللي غدا على الاقل تهز من المنطقه ويكون تعاون وتكامل في هذا الاتجاه. نقدر نقول لك كاين جمعيات اللي كتسير منشات مائيه، هذه الجمعيات تم التخلي عنها رغم انها تربطها مع اطراف كالمكتب الوطني للماء صالح الشرب والعماله والجماعه، تم التملص من شخص الرئيس بالنسبه لهذه الاتفاقيه وما كانتش مصاحبه لهم، وكيسيروا هذا القطاع لمده ليست باليسيره. هاد هنا كيسيروها بالشكل حسب المعايير والفهم ديال الساكنه، ما كاينش معايير تقنيه او مصاحبه تقنيه والاشراف عليها، انقطاعات دائمه للماء الصالح للشرب. كنتمناو من هذا المجلس ياخذ بعين الاعتبار خصوصيه المنطقه والاحتياجات ديالها، باش على الاقل نركبوا حتى حنايا في الدوره ديال دوره النهوض بالمنطقه. البرنامج ديالها دابا راه عطيناهم ليتين على اساس باش يديروا لهم التكميله ان شاء الله. وهذه 11 كيلومتر هذيك راه غنشرفوا عليها حنا وغنديروا لو سويفي ديالنا حنا، وهذه عندنا شراكه بها مع الناس ديال التجهيز باش يديروا لو سويفي لو كونترول لو سويفي ديال ديك الطاقه اللي غنصوبوا حنا ان شاء الله تتم هذه باش نوضحوها نحيدوها من وزميتو. وسيجي ديال البروغراماسيون اللي كيقولوا لومبيونس وزميتو هذا المجلس هو الله يخلف عليه يقول لكم زيد عليكم هذا المجلس اسيدي راه مبرمج حاليا وعندي لوطوريزاسيون سبيسيال دابا ديال هادشي كامل، وغيكون وانا غنواعدكم بانه ظرف شهر ونص كاع وماكسيموم غتكون ان شاء الله اومبيلونس ديال ايكيبي، وغيكون كاميو بالحاويات الكبار ماشي بهاد الصغار، يعني ما عرفتش كيسميو هذاك اللي عنده وزميتو، وغيكون هذا الكاميو وغتكون لومبيلونس، وغيكون دو راديو اللي حنا فكرنا في السبيطارات درنا دو راديو ديال ليكوغرافي العيالات وداكشي وزميتو حتى هما راه عندنا فلوسهم فهمتيني، زائد جي سي بي راك تي جي سي بي شحال كدير وزميتو على حساب باش مابقاش عندنا بحال هاد الغيس وزميتو حيت راه شفت ثاني شي وزميتو انا ما كنطلع حتى واحد اللي بغى يصور الله يعاون دابا شي واحد يصور غيس غير حاجه وحده اللي كنبغي نعرف الناس ديال المجتمع المدني ديال التريطوار ديالي انا بغيت غير شي جمعيه شي مره تجي تدخل معايا في شراكه وتقول لي بان بغيت ندير ولا نلقاها في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وتنمي ودير تايا تشد شي مشروع تبناه وتجي عندي تدخل معايا في شراكه ماشي مشروع وتجي ندخلوا معاه في اطار الشراكه حيت الجمعيه كتكمل الجماعه
والجامعه بلا جمعيه ما تساويها والو. صافي على القوانين المنظمه. القوانين انا كنهضر لك على القوانين المنظمه. انا كنهضر لك على القوانين المنظمه كنهضر لك على التشريع. انا كنهضر لك على التشريع. ملي قلت لك مكمله الجماعه يعني كنهضر على التشريع. يعني هي قانونيا ولكن كتبغي تبنى مشروع وتجيبوا لي وتقول لي هات اخويا ودخل معايا في اطار شراكه بهذا ولا تبناها لراسك وديروا لينا حنا ماذا بينا حيت الجمعيه الا دارت شي حاجه ودارت الجماعه هذا مكسب للرئيس. فعلا. مهمه. ملي غتجي تصايب لي شي حاجه ولا غدير لي مثلا سبيطار ودير لي شي حاجه هذا مهم بالنسبه لي. زائد على داكشي قلت لك جي سي بي كاين مهم هذا الشيء اللي كنهضر لك عليه دابا هذا الشيء لي بوبيل تا هما كاينين هذا الشيء اللي كنهضر لكم عليه ان شاء الله لايس ديالو عندي لوطوريزاسيون سبيسيال ديالو عندي مبرمجو المجلس كيف ما قلت لكم الله يجازيهم بخير وسميتو برمجناه وتا كلو كنديروه باجتهادات وبالتقشف ديال المفيد. الى شتينا نتحدى اي واحد تجي الجامعه كامل تلقى هذا العبد المذنب هو الوحيد اللي ما كيصرفش بزاف باش يطيح فلوس الفائض باش نبرمجها لان الطرقان ما كانتش عندها فلوس من زولة حيت الفلوس اللي عندنا ديال الطرقان هذيك كنجمعوها كل عام يعني ملي كتح فائض الفائض ديال ملي كتح فائض كنحطوا مثلا شارط لنا 150 مليون كنقولوا لا ميناجمون دي بيست شارط لنا 100 مليون كنقولوا لا ميناجمون دي بيست عاد باش جمعنا هاد الفلوس اللي كتشوف راه دابا هذه والله لا سؤال وجيه ومزيان ملي ذكرتيه دابا كاين بعض الناس كيسحبوا بان هذيك الفلوس كانت عندنا في الميزانيه كامله وجايه معطيانا ولا جو سي با حنا بلا قرار كنقول هادشي امام الاخوان ديال المجلس راه ما عارفين هادشي اسمع عليا باش نكمل الفكره مزيان هي فكره مهمه هذيك اسيدي الفلوس راه نميناها يعني كل عام راه تعاقبوا عليها ناس كل عام كنحطوا 100 مليون 150 مليون حتى وصلت لهذا المبلغ اللي كتشوف دابا ملي وصل ذاك المبلغ هو واحد الساعه ما دارش الاكتفاء الذاتي يلا عطانا 11 طار 11 كيلومتر واش فهمتيني؟ وروزمون دابا راه كاين واحد البروغرام ديال الجهه ان شاء الله نتمناو من الله يعود توا بالنفع ويكمل لينا هاد الامور هادي ديالنا لان حنا في حاجه ماسه لهذوك الطرقان فهمت؟ والو ديالي اللي كنقول لي انا كنوعدك عاد او ماكسيموم حتى هو الوايد راه السقف ديال السيوط تبدا العمليه حيت كامل مكمول عذروني نهضر معاكم بهذا الموضوع انا ملي كنشوف الهضره ديال الجمعيات وانا راه خوكم واحد منكم يعني ما كاينش فرق بيني وبينكم عاود قبيله ويعني ما كاينش بغيت شي مره شي جمعيه تهضر وتهضر في وزمتو فهاد مثلا الموسيقى ديال البلون داميناجمون اللي ما عندو حتى معنى ولا تهضر تقول ودي بغينا واحد زون توريستيك هنا ولا اسمع ولا بغينا ولا تهضر تقول لنا بغينا زون اندستريال مثلا في الاير بي ان ولا حتى واحد ما عمرني شفت شي جمعيه قالت خاص هذا الشيء يكون ومراسلات غير شناهمش اذا عندكم خدمه نمل في المكتب الرئيس وصلوكم كانوا في المكتب الضخم يمكن المكتب الضخم انا كنهضر انا لا اسمع نقول لك لا لا اسمع لا 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 على وسائل التواصل الاجتماعي وشي واحد من يقول يهضر يقول سيدي بان البلون داميناجمون عندنا كارثي وبان المنطقه راه ما بقاش فيها داك الشيء اللي كان ويهضر على شي وسائل ديال التعمير لان التعمير خلق لنا مشكل وضجه واش فهمتيني واش التعمير هل يعقل المينيموم بارسولير دابا في ان نكتار وملي كتمشي لان نكتار واش باقي شي واحد جماعه المسلم يقول لي شي حضاريه عندهم ان نكتار راه ما كايناش انا بغيت المجتمع المدني يقول هكا بان سيدي ضرينا واسمع ويقول بان سيدي من المنبر سولير والله وصلنا حنا على 2500 حط مع باليه الارث واش فهمتي هذا الشيء هو اللي باغي عليه باليه في التواصل الاجتماعي باش انا يعطيوني ان نبوي اشنو نورك